أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعضهم كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي حتى إحياء الموتى، ونسب هذه وهذه ونسبتها إلى السلف، هل هي صحيحة؟ إحياء الموتى هذا باطل، ما أحد من الأولياء يحيي الموتى، إنما هذه معجزة لعيسى عليه السلام خاصة، معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام خاصة فلا تكون لغيره. أما كرامات الأولياء فهي معجزات للأنبياء، لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. نعم.